5 سنوات. منو صاحبك في دار الحمام؟ خالد. خالد؟ وش بيقدموا لك في دار الحنان؟ وش يعطوا لك هدايا؟ وين الالعاب اللي بيعطوك اياها؟ ابو صقر واحدة عند ابو صقر. واحدة هنا هي. انت مرتاح هنا في دار الحنان؟ وش بتشكر؟ وش تشكرهم؟ المديرة صاحبتك؟ المديرة صاحبتك صح؟ نعم. وتشكر الطاقم كله في دار الحنان؟ ها؟ ايوه. كلهم محترمين؟ ايوه. يقدموا لك كل الطلبات؟ ايه. والله اقول اول حاجة نشكر السلطان قابوس، اول حاجة ان شاء الله العلي العظيم اللي فيه. هو أول حاجة من رحبوا بنا ودخلونا المستشفى، وثاني حاجة نشكر الشعب العماني كامل، كل الشعب طيب، وبعدها نشكر كل الطاقم في دار الحنان وبالأخص المديرة، قدموا لنا كل التسهيلات وبيقدموا لنا كل الطلبات صراحة، يعني كأن ما احنا غرباء. الحمد لله رب العالمين، ونشكرهم. وكل ما جينا المستشفى أعطونا ورقة بسرعة صراحة ندخل، الحمد لله. وعلي عبد الله قال لي بتعالجنا حوالي سنة ونص، والحمد لله رب العالمين العلاج دفع، وإن شاء الله أن الأمور طيبة وكل شيء بيجري مجراه. وش بدك يا علي؟ ها؟ Get up.